قنديل النصح هنا وقدا عن تربية الأبناء حكا برنامج نور ما نقدا يسمو في عليانا وزكا أنصت تجد الدنيا ارتسمت فيها البسمات بلا حصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يا أرحم الراحمين ارحمنا، ولغيرك لا تكلنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. إخوتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في الفصل الثالث من الكتاب الذي يتحدث عما يفعله من ولد له مولود، وقد ذكرنا في الحلقة الأخيرة التسمية وما الذي يستحب من التسمية وما الذي يكره. ما زلنا في الفصل الثالث حيث نتحدث عن عقيقة المولود وأحكامها والختان وأحكامه. أما العقيقة لغة القطع من عقة، ويقال عق والديه أي قطع الصلة بهما أو قطع الإحسان إليهما. أما في الشرع فالعقيقة اسم لما يصنع من الطعام أو ذبح الشاة عن المولود في اليوم السابع من ولادته. وقد ثبتت مشروعية العقيقة في السنة النبوية بعدد من الأدلة. روى البخاري عن سلمان بن عمار الضبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. وقد روى أصحاب السنن عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه. أما آراء الفقهاء في العقيقة فعلى ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن العقيقة سنة مستحبة، وبه قال الشافعي والإمام مالك وأهل المدينة والإمام أحمد وغيرهم من أهل الفقه والاجتهاد، ودليلهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل. المذهب الثاني أن العقيقة واجبة، وبه قال الحسن البصري والليث بن سعد وغيرهما، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته. أما المذهب الثالث الذي ذهب إليه أبو حنيفة فقال أن العقيقة ليست مشروعة، وذلك لأن العقيقة من العقوق. ومن هنا نرى الذي عليه جمهور الفقهاء أن العقيقة سنة مستحبة، يعني الخلاصة أن العقيقة سنة مستحبة عند الفقهاء والأئمة على الأب إن كان قادرا مستطيعا أن يحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يزيد روابط الإلفة والمودة بين أفراد المجتمع والأسرة، ومن أجل أن يظهر الفرح بالمولود الذي رزقه الله عز وجل له. فهذا يدل على سمو تشريع الإسلام الذي يسعى دائما
لزرع المحبة والإلفة بين أفراد المجتمع وبناء العدالة الاجتماعية. أما الوقت الذي تستحب فيه العقيقة كما قيل في الحديث الذي مر معنا في اليوم السابع، وقيل في اليوم الرابع عشر، وقيل في اليوم الحادي والعشرين، وبعده أيضا يجوز. الخلاصة، إذا تيسر للوالد في اليوم السابع هو الأفضل، وإن لم يتيسر في أي يوم كان كما قال الإمام مالك. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل عقيقة الذكر مثل الأنثى؟ الجواب على ذلك، العقيقة مستحبة للذكر والأنثى. قال الإمام مالك عن الذكر شاة وعن الأنثى شاة أيضا. أما الفقهاء الآخرون فقالوا أن العقيقة عن الذكر شاتان وعن البنت شاة واحدة، وكل مذهب له أدلته. أما الذين قالوا أنه عن الغلام شاتان وعن الفتاة أو البنت شاة واحدة، وذلك حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة. وأما الذين قالوا أنها عن الغلام شاة وعن الجارية شاة أي الفتاة شاة أيضا، الإمام مالك رحمه الله واستدل على ذلك بما كان يفعله عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وقد ذكر العلماء أنه يجب في العقيقة ما يجب في الأضحية تماما، من حيث السن أولا، حيث يجب أن تبلغ السن التي تصح بها الأضحية. الضأن سنة ودخل في الثانية، ويصح عند الإمام أبي حنيفة ما بلغ 6 أشهر فأكثر سمينا صحيحا قويا. ثانيا، بالنسبة للسن في البقر 2 سنين ودخل في الثالثة، والإبل 5 ودخل في السادسة. ثانيا، السلامة من العيوب، لا يصح بالعمياء ولا العوراء ولا الضعيفة المهزولة كالأضحية تماما. يصح في العقيقة ما يصح في الأضحية من حيث الأكل والإطعام والإهداء، ويعطى جزء منه للقابلة. من أراد أن يولم على العقيقة ويدعو الحضور إلى طعام أيضا فلا بأس، من أجل الإلفة والمودة، ومن أجل أن يكون المجتمع كالبنيان المرصوص. أيضا على من يعق عن ولده، عليه أن لا يكسر العظم بل يقطع من المفصل إظهارا لشرف هذا الطعام أو الإهداء والإكرام، وبالتالي تفاؤلا بسلامة أعضاء الولد بمشيئة الله عز وجل. لذلك هناك حكمة تشريعية من العقيقة، ألا وهي أولا أنها قربان يتقرب به إلى الله عز وجل في مع أول لحظة يستنشق فيها هذا المولود نسائم الحياة. ثانيا، فدية للمولود من المصائب، كما فدى الله عز وجل سيدنا إسماعيل عليه السلام. إظهار للفرح والسرور بنسمة مؤمنة، تقوية لروابط الإلفة في المجتمع، وغير ذلك من الفوائد. أما الختان للمولود، فالختان لغة هو قطع القلفة أي الجلد التي على رأس الذكر. أما في الاصطلاح الشرعي هو الحرف المستدير على أسفل الحشفة أي موضع القطع من الذكر، وذلك الذي يترتب عليه الأحكام الشرعية، كما روى أحمد والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وقد ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما يدل على مشروعية الختان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة 5: الاستحداد والختان وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. هل الختان واجب أم سنة؟ اختلف فيه، فقال بعضهم أنه سنة، ومنهم الإمام أبو حنيفة والحسن البصري وبعض الحنابلة، واستدلوا على ذلك
أن النبي صلى الله عليه وسلم عده مع المسنونات من حيث تقليم الأظافر ومن حيث نتف الإبط. وحجتهم إذن في ذلك أنه مع المسنونات، وأن النبي لم يطلب من الذين دخلوا الإسلام أن يختتنوا. وبعضهم قال أنه واجب، وأدلتهم على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود، قول النبي عليه الصلاة والسلام لرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لقد أسلمت، قال ألق عنك شعر الكفر واختتن. الخلاصة أن الختان شعار الإسلام، واجب على الذكور، ومن لم يختتن يكون آثما. والاختتان يجب على قول أهل العلم إذا شارف الولد سن البلوغ، لأنه سيكلف بالتكاليف الشرعية، والأفضل في الأيام الأولى، الأفضل من الأيام الأولى، لأنه أسهل على الوليد. ومن حكم الختان أنه رأس الفطرة وشعار الإسلام، ومن تمام الحنيفية التي شرعها الله على لسان إبراهيم عليه السلام، وبالتالي يميز المسلم عن غيره من أتباع الديانات والملل الأخرى. وله فوائد: النظافة والوقاية من بعض الأمراض، حيث يتخلص من المفرزات الدهنية والإنتانات، وغالبا ما يجنبه الإصابة بسلس البول الليلي، سائلا الله السلامة للجميع. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة والفصل الرابع من الكتاب مشيئة الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.